طيب وكده وخزنت المعلومات دي وحطيتها فين؟ في الرام. لما يجي البروسيسور او الميموري كنترولر يستدعي البيانات دي من الرام، اول حاجه هيبص عليها اللي هو مين؟ هيبص على الباريتي بيت. حلو بقى كلمه الباريتي بيت دي، لقاها واحد. اذا لما يلاقيها واحد المفروض الاعداد العدد الوحيد اللي هنا يكون ايه؟ يكون فردي، مظبوط. فاذا هيعد لو لقاهم فردي يبقى واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، فعلا فردي عشان كده أنا كنت ضفت له واحد، للواحد دول يبقوا زوجي، يبقى ساعتها البيانات اللي موجودة عندي سليمة. فطبعا دي الطريقة اللي احنا بنستعملها فين؟ في الايفن بارتي اللي موجودة عندنا. اللي ما فهمش لسه في فرصة ان هو يفهم. طبعا لو لقى ان البيانات دي بايظه تمام، بتحصل ايرور مسج. الايرور مسج دي هي هوريها لكم، ولكن هي بتختلف من نظام تشغيل لنظام تشغيل. ولما بيلاقي ان البيانات اللي جوه باظت ما بيقدرش يعمل حاجه، هو بس بيدي لك رساله على فكره البيانات اللي موجوده في الميموري دي غير صحيحه، ملعوب فيها، بايظه. ده النظام اللي هو الزوجي، لو الميموري كنترولر بتاعك والرام بتاعك بيستعمل النظام الزوجي. طب تعالوا نشوف النظام الفردي. النظام الفردي بيفترض ايه؟ اللي موجود عندي ان عدد الوحايد لازم يكون فردي. طيب فاذا تعالوا نبص هنا، هو المعلومات اتبعتت من ميموري كنترولر رايحه للرام، فهيبص هنا هو عندي كام واحد؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، عندي ست وحايد، بس انا شغال بنظام مين؟ الفردي اللي موجود عندنا، تمام. فما ينفعش ان هم يكونوا عدد الوحايد زوجي. طب اعمل ايه؟ هحط في الخانه بتاعت البارتشي واحد، ليكون اجمالي الوحايد كام؟ سبعة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. يبقى انا كده حطيتهم في الميموري. طب لما اجي اطلع من الميموري اللي موجودة عندنا، هبص على البارتشي واحد، يبقى معنى كده ان انا عندي ايه؟ بقية الداتا المفروض ان هي فيها ست وحايد، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، فيها فعلا عدد زوجي للوحايد. تعالوا نشوف هنا هوت، عندي هنا هوت الداتا دي رايحة للميموري، عدت الوحايد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، انا ما عنديش غير خمس وحايد. جميل، يبقى ايه ده؟ فردي. خلاص يبقى انا مش هقدر اضيف البارتشي غير الرقم مين؟ زيرو اللي موجود عندي، تمام. لما تيجي تطلب مرة تانية هبص هنا زيرو، معنى كده ان عدد الوحايد في التمانية بت اللي موجودين عندنا ان هو يكون مين؟ فردي. لو عديتهم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، فعلا الرقم الموجود عندي هو رقم فردي. يا رب تكون اتفهمت بقى بالمنظر ده، هو اللي هو الطريقتين. اذا في النظام الفردي لو لقى عدد الوحايد زوجي هيضيف له واحد عشان يبقى فردي، لو لقى عدد الوحايد فردي هيضيف له صفر عشان يبقى خلاص ما هو مش هيقدر يعمل حاجه، هيضيف له صفر وهيفضل عدد الوحايد فردي اللي موجود عندنا. في النظام الزوجي تمام، لو لقى عدد الوحايد زوجي هيحط صفر، يعني العكس تماما. لو لقى عدد الوحايد فردي هيحط واحد عشان يخلي عدد الوحايد فردي اللي موجود عندي. يبقى انا خدت طريقتين اللي هي العدد الزوجي والعدد الفردي اللي بيحطوه. طب بالنسبه للمارك اند سبيس، المارك اند سبيس المفروض ان هي بتوفر عناء الحسبه بتاعه اللي بيحسبها البروسيسور في الوحايد، يعني احنا بنسميها ليس اوفر هيد على البروسيسور. هي دايما لو انت بتستعمل مارك بارتشي اللي موجود عندنا هتحط ايه؟ في الخانه الاخيره واحد بغض النظر ايه اللي موجود هنا، تمام، او في الخانه الاخيره صفر بغض النظر ايه اللي موجود هنا اهوت. فلما تيجي بتحطها بصفر، تمام. لما تيجي تطلع بتشيك بس، هل الخانه الاخيره المخصصه للبارتي فيها صفر زي ما انا حطيتها ولا لا؟ لو فيها صفر تمام، يبقى كده المعلومات بيفترض ان هي سليمه، يعني ما بيشيكش على دول خالص، هو بيشيك على مين؟ على الخانه الاخيره، يعني ما بيعملش اي عمليات حسابيه، فطبعا بيكون ليس اوفر هيد، بس طبعا بيكون مجال الاخطاء اللي موجوده فيها اقل، عشان كده بيقول لك ليس هنا اهوت اوفر ليس ايرور ديتكشن اللي موجوده هنا اهوت. هنا الشرح بالكامل تمام اللي انا شرحته بس مكتوب بالاسلوب ده. هنا البارتي ايرور اللي بيحصل، طبعا الرسائل دي هي زي ما احنا قلنا البارتي بيكتشف الايرور ولكن ما عندوش القدره على اصلاحه. زي ما انتم شايفين هنا الايرورز اللي بتطلع، الايرورز دي دايما لما بتطلع بتعمل هانج للكمبيوتر اللي موجود عندي
زي ما احنا شايفين ما بنقدرش نعمل حاجه. الشاشات الزرقاء اللي احنا كنا دايما بنشوفها في ويندوز 95 وويندوز 98 على ما اتذكر بيطلع لي الايرور دهوت، والايرور ده بيكون خاص بالباريتي او بيكتبها لي هنا اهوت ان في مشكله في الرام بتاعتك، اي الهاردوير مالتي فانكشن في مشكله فيها في الميموري باريتي ايرور اللي موجود عندنا. طب ايه هي المشاكل بتاعه البيرتشي اللي موجوده عندنا؟ اول حاجه ان هي زي ما اتفقنا مع بعض ان هي ما بتعملش ايرور كوركشن، تمام؟ يعني ما تقدرش ان هي تصلح الخطا، لو لقيت خطا بتهنج الجهاز وبتقفله اللي موجود عندنا. ان هي بتقدر تعمل ديتكت لسنجل بيت ايرور، يعني لو باظ من 8 بت 1 بت بس بتقدر تكتشف هذا الخطا. طب لو باظ 2 بت، تعالوا ناخد المثال بتاعنا بقى. هنا عندي كام واحد؟ 1 2 3 4 5 6. لو انا بستعمل اللي هي الباريتي اللي هي بتاعت النظام الزوجي، يبقى المفروض ان انا احط هنا مين؟ صفر، مظبوط؟ طيب لو اتغير واحد بس هنا، لما تيجي تاخد المعلومات من الرام هيبص هنا صفر، اذا عدد الوحيد المفروض يكون زوجي. لو عد كده 1 2 3 4 5 6 تمام. انا دايما بعد غلط مش عارف ليه، 1 2 3 4 5 6 7، فلقى ان عددهم فردي، فساعتها يعتبر ان البيانات اللي موجوده عندي بايظه. طب نفس المثال اللي انا عملته ده، عندي 6 وحيد، 1 2 3 4 5 6، يبقى احط هنا 0. في نفس البيانات الملف اللي موجود عندي ده، لو تغير القيمة بتاعت الزيرو دي ل 1 وتغيرت القيمة بتاعت الزيرو دي ل 1، لما تيجي المعلومات عشان اخدها من الرامات وبيحصل عملية الشيكينج لما اجي اخدها من الرامات، هو بيقول هنا ان هو الرقم صفر. طب تعالوا نشوف كده اهوت، يعني عدد الوحيد اللي هنا زوجي، تعالوا نعدهم كده 1 2 3 4، بص بغلط مرة ثانية، 1 2 3 4 5 6 7 8، صح عدد زوجي، هيعتبر البيانات سليمة ويبعتها. فلذلك ان هو البروبلم بتاعت الباريتي ان هي ما تقدرش ان هي ديتكت مالتيبل بيت ايرورز، ما تقدرش تستكشف اذا كان عندي اكتر من بيت في ايرور، ما تقدرش تستكشفه. هي ما تعرفش ان الخانة دي بالذات فيها صفر، لا هي ليها دعوة مجموع الوحيد زوجي ولا فردي اللي موجود عندنا. فاذا هي ما تقدرش غير ان هي تستعمل مين، ان هي تعرفش غير ديتكت، ان هي ديتكت يعني ايه، ان هي تشوف غير غلطه واحده بس او سنجل بيت ايرور في الثمانيه بيت اللي موجوده عندنا. لو في اكتر من بيت ايرور ممكن تعتبر المعلومات سليمه طبقا لعدد الوحيد، هل هو زوجي ولا فرجي، بغض النظر عن اماكن الوحيد اللي موجوده عندي. لذلك عملوا حاجه ثانيه اللي احنا بنسميها الايرور شيكنج and correction. هنا بقى error checking يعني بتفحص الايرور، ومش بس كده كمان، لا دي بتعمل ايه correction، تمام؟ ان هي بايه بتعالج الموضوع ده. هو الموضوع ده اللي احنا بنطلق عليه اسم ال ECC. لو الميموري بتاعتك والميموري كنترولر بتاعك بيسبورت ال ECC اللي موجود عندنا، هيضيفوا برضو 1 بت. ال 1 بت ده هو بيكون عباره عن عمليه حسابيه موجودة عندنا، وبيتخزن برضو مع المعلومات، يعني كل 8 بت احط له 1 بت زيادة اللي موجودة عندنا. هنا من خلال الالجوريزم اللي موجودة عندي بتقدر تعمل ايه؟ بتفحص الميموري دهيت، لو لقت ان الميموري بتاعتي دهيت في ال 1 بت الأخير بتاع الـ ECC القيمة اللي فيها 0، تمام؟ طبعا طبقا لمعادلة حسابية موجودة عندي، في دايرة بيسموها فليب فلوب بيستعملوها فيها، لو لقيتها ان هي 0 خلاص هتعرف ان الايه؟ ان المشكله اللي موجوده عندي ان مفيش مشاكل، وهتبعت الداتا اللي موجوده عندنا، تمام؟ طب لو لقت ان فيها مشكله بتعيد بعتان الداتا مره ثانيه، يعني بتصلح الموضوع وتعيد بعتان الداتا مره ثانيه، كانها عارفه اماكن الوحايد والاصفار اللي موجوده عندنا. بتقدر ان هي تستكشف، تمام، السنجل ايرور او الدبل بيت ايرورز اللي موجوده عندنا، وبتقدر ان هي كمان تصلح الداتا اللي موجوده، كانها عارفه اماكن الوحيد والزيروس اللي موجوده عندنا. لو ما كانتش الداتا فاليد، لو كانت الداتا بايظه اللي موجوده عندنا